شيك ماغنت. أنا أو أنت سلسلة باللهجة الشنوية من إنتاج ستدخل الشبكة البرامجية لشهر رمضان. صغير لذريون النظام لن تليسيت كوم لن لفص اسم فارن مع تصحيح يعني السينما بار إزومبل سواء الكوميدين أو الكل غيره زرق بلي لاق من شنو ثغرسي لي السينما شو عن حرير النينجو 15 حلقة سيعيش من خلالها المشاهد يوميات عائلة شنوية. حاول من خلالها كاتب السيناريو محمد خضراوي إظهار عادات وتقاليد المنطقة، كما أن السلسلة عبارة عن حلقات برسائل هادفة في طابع كوميدي. سيناريست يا ربي من شاك حلقة هذه توشي ان تيم اكس اكس اتيبير اتيبير انت واشولي ديما همو انا راني نبان اكثر همو انا اللي ثاني انا العوايد ان شاء الله يعجب الخدمة فينا عجب الكل ميدد. كوكبة من الممثلين المبتدئين ومخرج استطاع أن يمزج بين الجدية في الرسالة والكوميديا في الطرح لتكون أول سلسلة فكاهية باللهجة الشنوية ستبث هذا رمضان على التلفزيون الجزائري. نتمنى لشبابنا اللي كيما احنا ما يبعدوش على عاداتهم وتقاليدهم نتاع اجدادهم. هيا خم النغزه يجمع التيزي زوار داخل الوغراس شكدا مزروي ديز اللس بالفخر النغ شكد الساس شكدا مجاهد يتحرابن في النيف دلاص الكولا سقاس موسى غيا ذرار ورنتتو دم سناو دم دياز ذن غماس السنن شي ذورار الظهرة التصيلي جرجرة ذلو راس يسني هملو يسنيه سامر ينظر النكت مسلين فلاس يقاسيه وقذوذ ارياز تمطوز اكدو قدود اقرضال دو لماس يسيغان غلحنان تدوز ممي يسيغانا اقي الساغاي هرواس نومن سلموتيك الكل نمس نومن كل ييج اتاس النوباس نومن سماتا يديوي ربي ويلا ما تيسو اي تشاغتاس هو الدرثيه تبرد اتنصيوض اه قيم قيري النغ دمرواس اين دغيلاس نسيدي غيلاس أين دبابا ثنغ نتنين ترواز شكد لاصل من ينكرن لاصل ولاق المعقول من ينكرن باباس الشرق دها فوي ثويا نغد لهنا سراريها يضو ولا شك جنة روح سووليه هنا التصدي لمن هجيز زفريه ميدن وجر النيران لو كان شيد يسد ربي آه ويوفان آه في التمازيغ في كل مكان روح سووليه هنا التصور تخميم وقرش خراق وليه تكالف ميه دير يا زند الفحول هتجيز الزفري غرين ود صغر نهبرتي ودرف ذن يسميه يمازيغ النيلاتيلي أقلان زريهن سمازيغت ولا قرادي وقلان سليت إمازيغن أرماني للروح أقلان تفهن ولا تفينا قغرباز أقلان قاريت هجيز ساسد وبريد لكن يور هجيز هنزيز تمس عرقت هجيز حاجيز هجيز والصغار لسي نخدم تصرفت هتشور هجيز النية دنيف هبرات نحفظيت شرق دها فويثة وينغد لهنا سراريها يضوء ولا شك جنة أين دا غيلاس نسيدي غيلاس أين دبابتنا نتشنين ترواس.